بصوا عامله ازاي؟ من وانا صغير جت بالصدفه ان انا اشتغل في مجال الحلويات وكده. اشتغلت مع ناس روسيين متخصصين في الهاني كيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ رجعنا تاني وريفيو جديد من محل جديد، بس مش أي محل، المحل اللي ورايا ده بيعمل حاجة محدش بيعملها تقريبا في حلوان كلها، هما مجموعة شباب. تعالوا نشوف مجموعة الشباب اللي ورايا عملوا ايه؟ المحل بتاعهم اسمه ميدو فيك، وهنعرف قصة ميدو فيك وليه سموه بالاسم ده، يلا بينا. بس قبل ما نروح اوعى تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير، يلا بينا نشوف ميدو فيك بيعمل ايه. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام. انا طبعا سمعت عنكم كتير، ومن كتر ما انا سمعت فقلت لازم اجي اجرب انتوا بتعملوا ايه، لان انا دايما اعدي من قدام المحل بس مش عارف انتوا بتعملوا ايه، يعني الموضوع بالنسبه لي كان لغز لحد ما جيت لك وقلت لي انتوا بتعملوا ايه. بس اعرف الناس بنفسك وقول لهم بقى قصه ميدو فيك جت منين. انا محمد 26 سنه، لسه مخلص دراسه، بحب اشتغل من بدري، يعني بقالي 6 7 سنين شغال. من وانا صغير جت بالصدفه ان انا اشتغل في مجال الحلويات وكده، بس لما اشتغلت فيه اشتغلت مع ناس روسيين متخصصين في الهاني كيك. انا اصلا ما بعرفش اعمل حلويات خالص، ما كنتش بعرف اعمل اي حاجه. انت مجال دراستك بعيد خالص عن القصه دي؟ لا انا بدرس تجاره، لسه مخلص بس. والحلويات انا ما اشتغلتش فيها قبل كده، هي اول مره. يعني انت رحت اصلا تشتغل في القصه دي بالصدفه البحته اصلا خالص؟ هو حد عرفني محتاجين ناس، قال لي تعالى تعرف ايه. كنت رايح اصلا مش هعمل حاجه كمان، كنت هبقى يعني مش هعمل حاجه في التورتايه. انا بصيت طب ليه ما تخش تجرب، عجبتك الفكره اصلا؟ جربت وكده وعملتها، فالموضوع عجبني وطعمها عجبني. اكتر حاجه عجبتني فيها طعمها، هو ده اللي حببني ان انا ازاي اعمل. قررت بقى ان انت تشتغل في التورتايه دي، ان انت تفصل بقى عن الشغل اللي انت فيه، تعمل حاجه خاصه بيك انت. بالظبط. مين معاك اصلا في المشروع الاول؟ انا واخواتي. انت واخواتك؟ مين اساميهم ايه بقى؟ عمر وعبد الله واخويا الكبير عبد الرحمن. يعني انتوا اربع اخوات ما شاء الله شغالين في القصه دي. واحنا احنا اخويا الكبير عبد الرحمن قاعد في السعوديه، انما احنا الثلاثه انا وعمر. هو بيتابعكم من هناك بقى؟ انا نوجه له تحيه كبيره. وانا اخويا عبد الله ده اصغر مني بسنه، انما عمر اصغر مني بست سنين. عبد الله هو اللي جبته معايا برده عشان انا ما كنتش عارف اعمل كل حاجه او اتعلم كل حاجه بسرعه. فجبته معايا، هو خليته يتعلم جزء من التورتايه برده، وخلاص احنا خلاص عرفنا ازاي نعملها، لان هي خطواتها كتيره، 6 7 خطوات، وكل خطوه بتحتاج. طبعا عارف ان في اسرار كتير في الموضوع، فايه انا بس يعني عايزين الناس تدوق، بس اهم حاجه تدوق وتحكم على الطعم. لا. طب قول لي انت ما خفتش من المجازفه بقى ان انت تسيب الشغل وتيجي تفتح البيزنس الخاص بتاعك ده؟ كانت اكبر حاجه واكتر حاجه قلقان منها، لان زي ما يعني انا برده متعود ان انا شغال من بدري وانا بصرف على نفسي. تمام. فالموضوع بالنسبه لي ان انت تسيب شغل وتبدا تفتح حاجه لنفسك وكده، كان الموضوع برده صعب. فانا حاولت في الاول الصراحه، ما اكذبش عليك، حاولت ان انا ابقى شغال وبعمل الموضوع دوت. انا كنت بادئ من مصنع وبطلع اونلاين بس. تمام. ما كنتش فتحت محل ولا حاجه. يعني كنت بتشتغل من على النت؟ بس كان من على النت بس، عامل بيج وشغال من على النت بس. قول لي بقى الناس، المحل موجود مكانه فين الاول؟ المحل في شارع خسرو تقاطع زكي امام بنك مصر وبجوار التوحيد والنور، وعند مستشفى ايفر جرين على طول. يعني كمان جنب ايفر جرين على طول. طيب بقى لك قد ايه فاتحين هنا المشروع؟ احنا هنا من شهر 3 3 2021. تمام.
انما الاونلاين انا بادئ من شهر، يعني من شهر 10 ابتديت اتعرف شويه، انما انا بادئ من 9. انما البيدج بتاعتك اللي احنا هتطلع للناس دلوقتي وهتحط في الديسكريبشن دي، اللي اي حد عايز يطلب اوردر بيطلبه من خلال البيدج ده، هيقدر يخش على البيدج يتكلم، يعني يطلب، هيلاقي رقم الموبايل ممكن يكلمنا عليه او ممكن يبعت على الواتساب. تمام. وممكن يجي يزورنا هنا في القاهره. طبعا ما هو لازم الناس تيجي كلها، انا عايز الناس كلها تيجي تتاجر مع المحل هنا. طب قول لي الترد دي بتبدا من كام لكام؟ يعني المتوسط الرينج بتاع الاسعار ايه؟ انا عندي سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج. اربع احجام. اربع احجام دول متوفرين كل يوم. تمام. يعني دول كل يوم موجودين. في ثلاث احجام تاني بعد الاكس لارج، ده بيبقى الحجز قبلها بيوم، يعني بتبقى مثلا لو حد عايز بقى حاجه كبيره. اللي هي مثلا 30 في 30، 30 في 40. المربعه دي. المربعه. تمام. ديت عشان اعياد ميلاد كده، وبتبقى بتعمل مخصوص، وبنقدر نكتب لهم عليهم هاي بيرث داي والاسم، وبنزوق عليهم بتبقى شكلها حلو جدا برضو. السمول 95، الميديوم 115، اللارج 135، الاكس لارج 155. تمام. الثلاث مقاسات التانيين اللي هي المقاس 30 ب 175. دي كام في كام؟ ديت اللارج. دي اللارج. دي اللارج اللي هي دي بتبقى مقاس 26. مقاس 26. بصوا عامله ازاي؟ حاجه تحفه. هندوق بقى؟ طبعا. ونقول للناس بقى اخبارها ايه؟ القطعه دي بتتباع بالقطع ولا انت دي طلعت كده؟ لا، هي بتتباع بالطرد بس، يعني بس دي ممكن انتوا تروحوا عند ناس معينه هتلاقيها محمد بينزلها عندهم كده، يعني بالقطع، يعني لمحلات بس بيبيع، ممكن تقريبا جمله صح؟ يعني دي ما بتتباعش هنا، يعني اللي هيجي مش هيلاقي دي، اللي هيجي هنا يشتري تورته كامله، صح كده؟ في محلات حلويات وفي كافيهات بتاخد مني انا اللي بنزل لهم، وهم بيقدروا يبيعوها بالسلايز، انما احنا هنا بنبيع بالطرد. بيع بالتورته الكامله. طيب بصوا طبعا هنا في طبقات كده، لو عمر بقى، عمر اللي بيصورنا النهارده، في طبقات، بص الطبقات، يعني في طبقات كتير ما شاء الله، والعجينه دي تقريبا معموله بالعسل. دي بالهاني، بالعسل. يعني كل دي بالعسل الطبقات. تمام. دي دي طبقات عسل، يعني عجينه عسل وجواها كريمه، وبين كل طبقه في كريمه. قول لي بقى الفليفر بقى اللي معمول القطع. الفليفرات بتتغير في الكريمه، يعني هي نفس الكريمه بس الفليفرات بتتغير. ايه وبايه بقى؟ بالكراميل. تمام. وبالكوفي وبالمانجا، وفي اللي هي بقى الكريمه المختلفه اللي هو الساور كريم. تمام. دي بايه؟ دي بالكراميل. نقول بسم الله بقى، ندوها قدامكم اهي. بسم الله. ده مش باين فيها ان هي تقيله. لا يعني هي خفيفه خالص. ما هي في للاسف في ناس بتتخض من، يعني انت تسمع عسل تحس ان انت هتتلكم، بس هي بالظبط في ناس بتتخض من كلمه عسل وكراميل، ايه ده الاثنين تقيله قوي. خفيفه خالص. ده هي اخف من الكيكه الهوهوز اللي بنجيبها. انت قلت لي كمان اللي عند مريض السكر ما يتاذيش منها دي خالص. دي بالظبط، عشان احنا بنستخدم بيها عسل ابيض طبيعي. يعني دي مريض السكر ياكلها عادي جدا ما يحصلش. ما دي ما فيهاش اي ضرر لمريض السكر، وهي ممكن تبقى التارت كلها واخده حوالي من 90 ل 95 جرام عسل، يعني مش والله ما شاء الله. لا طعمها حلو جدا جدا، يعني بجد طعمها حلو بجد، مش عشان التصوير، خفيفه وما تحسش ان انت بتاكل حاجه تقيله. يعني دايما العسل دي معروف عندنا اي حاجه بعسل يعني تقيله جدا، لا دي معموله بحرفيه عاليه جدا. يعني بصوا معموله ازاي، احنا جايبينها من روسيا لمصر على طول. يعني اللي بياكلها هنا اكنه بياكلها في روسيا بالظبط في التلج، بس احنا بناكلها هنا في عز الحر اهو. تحفه بجد والله العظيم تحفه، اللي هيجي يجرب دي هيفضل كل يوم يجي ياكلها عند محمد هنا. الف عام. انا مبسوط جدا يا محمد، انتم مجموعه شباب هايل بجد، مشروع انا احب دايما اللي عنده اوت اوف بوكس، يعني بيفكر بره الصندوق، مش كله بيقلد او هو شاف حاجه معموله جنبه فبيجي يعملها. الناس هنا عامله حاجه مختلفه جدا، لازم كل الناس تيجي تجربها على ضمانتي. متشكرين جدا يا محمد على الضيافه الجميله دي، وعلى المجهود اللي انت عامله فيها بجد رائع جدا، والحاجات شكلها تحفه جدا، والنظافه كمان عندكم رائعه. شرفت بحضرتك حبيبي. ميرسي يا محمد، اشوفك على خير يا رب ان شاء الله حبيبي. وما تنسوش اخر الفيديو سبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.